هند عبد الرسول محمد، خريجة تجارة، هاوية الشغل ده، مش متعلمة. أنا كنت بشتغل في مدرسة، كنت بشتغل مشرفة مقصف، فجي العقد بتاعي خلص وأنا منفصلة وعندي ولد حاليا في 5 ابتدائي، فكنت محتاجة ربح مادي، فدورت على حاجة أجيب منها ربح مادي. فأنا كان عندي هواية الشغل ده، فابتديت أنمي الهواية دي وأشتغلها، وابتديت نزلت أول مرة مصر، عملت جمعية بألف جنيه ونزلت مصر، جبت الخامة واشتغلت عليها، ابتديت انزلها محلات، ونزلت بالطبع في محلين هنا في قنا اسمه سيل غوايش، وبعد كده ابتديت ابيع اونلاين من على الصفحة بتاعتي. وبعد كده اشتغلت اونلاين لفترة معينة كتيرة، عملت اسم بمعنى ادق، وعم كنت انزل معارض في فاميلي، وبنزل معارض في الجامعة، بنزل معارض في اي مكان بيبقى فيه معرض بيتصلوا بيا كنت بنزل معاهم، ونزلت اديت تدريبات في جمعيات كتيرة والناس كتيرة. ودلوقتي ليا سنة فاتحة محل، يعني انا 18 11 اللي فات فتحت المحل بتاعي، وده بقى محلي وده شغلي. ابتديت ليا 6 سنين، مش كتير يعني، بس حلوين شغالين يعني. محدش علمني الشغل، الشغل كله انا كنت هاوياه، وبعمل من كل حتة بعملها حتة واحدة بس، ما بكررش شغلي دي حاجة تاني، ودي ميزة انا شايفة ان هي ميزة يعني. ان انت تبقي لابسه حاجه مميزه ومحدش غيرك لابسها، دي حاجه حلوه. ما عنديش اطفال للشغل، بمسك الخامه وزي ما بتطلع معايا بطلعها، ما بعرفش اقلد شغل من عندي، ولو حد طلب مني شغل معين باخد الفكره، بس ما بعملش نفس اللي هو عايزه، بعمل فكرتي انا، شغلي انا، بس هو بيشوف اللي انا عملته احلى من اللي هو طلبه من عندي. ده مع اي حد، والمعروف عن الهند كلها او عننا كلها، هند شغلها معين وليه سيستم معين في اي حاجه. بنزل اجيب خاماتي كلها من مصر، بحب اختار كل حاجه بايدي بعيني. الشغل انا بعمله بقلبي قبل ايدي، ببقى حاسه الشغل قوي عشان اعرف اطلعه. الحاجات اللي تعبتني في الشغل تسويقه، كسبت بتقابلي رخامات، بتقابلي اعاقات من الناس، بتقابلي منافسين كتير، بتقابلي ده مش شغلك، انت عملتي ده ازاي. المميزات لما حد بيبقى فاهم الشغل ده قوي ويحس بيه، يبقى عندك حد حاسس انت عامله ايه وبتعملي ايه. بتتعبي في الفصال مع الناس، لان في ناس ما بتعرفش تقدر حجم الثمن اللي انت شغال عليه، في ناس تاني بتقدر حجم الخامة، ويعني انت لو قلت لها العقد ده ب10,000 جنيه وهي حاسة بخامته هتاخده. دي العلاقة والمميزات. اتكرمت من كذا حد، اتكرمت من جمعيات، اتكرمت من صندوق، اتكرمت لما كان بيجي وزير او محافظ او 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 اي زيارة خارج منطوق البلد، اللي هو مثلا حد بيبقوا عاملين جمعيات الاسر المنتجه، عامل الجمعيه، عامل المعرض الاسر المنتجه او الصندوق الاجتماعي، بيتصلوا بينا بننزل المعرض، بيبقى ده تكريم لينا قبل ما يبقى هامش ربح، ان ناس هنا بتعرف تعمل شغل زي ده. وحتى الان في ناس كتيره بتستغرب ان في ناس هنا بتعمل الشغل ده.